السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم البنات، تدخل عليكم صحة وسلامة يا ربي. غادي يبقاو يكونوا فيديوهات على هذا الشكل، يعني طويلة متنوعة فيها أفكار الفطور. هنا الفكرة لشخصين، ممكن نتوما أنكم تزيدوا ضعفوا الكميات المذكورة في الفيديو. نتمنى أنكم تاخذوا منها أفكار وتكون مفيدة. كنحاول الفطور نركز شوية على شي حاجة تكون صحية، يعني ما نكتروش شوية من العجائن، وفي نفس الوقت تكون طبلة متولة واقتصادية. خليكم معي باش تشوفوا المقادير ديال كل حاجة. اول حاجه البنات بديت بها هي البطبوط، عجنته وخليته يخمر وكرزته. درت غير هذوك القطاعات باش ناخذ يكون عندي نفس العبار. صافي ما كتخليوش يخمر بزاف، غير شويه وكتبداو طيبوه فيه. السر البنات باش البطبوط كيجيكم منتفخ وكيتفرق هو انه كطيبوه في مقله سخونه وكتبقاو تقلبوه فيه. كل ما بقيتو كتقلبوه فيه كل ما كيتفتح اكثر. المقادير ديالو غادي نخليها مكتوبه في جدول الوصف. هي بسيطه، راه غير الدقيق والفينو والخميره ومليحه والماء. صافي غير السر ديال العجينه انها تكون مرخوفه بزاف، يعني مرخوفه اكثر من ديال المسمن. هذا هو الطريقه ديال البطبوط. وبالنسبه للحشوه ديالها البنات، اليوم غادي ندير معاكم حشوه بارده. يعني كي كانوا في الانستغرام كان تقريبا تصويت متساوي ما بين بارد وسخون، لهذا كل مره غنبقى ندير حشوه مختلفه. هذه البنات كتجي لذيذه ومنعشه في البطبوط، صدقوني غتجربوها، يعني ما تبقاش تخطاكم. ممكن اللي كيعجبوها كشويه ديال الحموضه يضيف حتى الكورنيشو ويضيف الزيتون المقطع، يدير حتى شويه الهريسه الا كان كيعجبكم هكا شويه الحار. صافي كنديروا الطون، نديروا الذره، نديروا خيزو محكوك رقيق، وكنديروا الخس مقطع حتى هو رقيق، مليحه وشويه البزار والمايونيز. غير هذاك الماء اللي كيطلق الخيزو مع المايونيز كيدير واحد الصوص زوين بزاف، يعني ما تخافوش تقولوا غادي يطلق الماء ولا شي حاجه. غير واحد الحاجه عاوتاني البنات، كنوجدوا البطبوط كنطيبوه كنحطوا هذه الحشوه كنصوبوها يعني قبل بشويه ما غادي الفطور. يعني البنات كنكونوا ديجا يعني موجدين حاكين خيزو مقطعين الخص مقادين كل شيء، غير ديك القضيه ديال نزيدوا المايونيز ونخلطوا كنخليوها قبل ما نبغيو اننا نعمروا. اشاره واحده اخرى، حتى انا في هذه الحشوه كتعجبني بصله، كنزيد واحد ربيع ديال البصله مقطعه ولكن رقيقه رقيقه بزاف، ما كتجيش باينه غير كتعطي هذيك النسمه ديالها. صافي هذه هي الحشوه، نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وهادو البنات لي كاش ديال الاجبال اللي صوبت معكم في الفيديو السابق، غنخلي لكم الرابط ديالو لتحت. غير كيف قلت لكم في الفيديو البنات، بزاف د الحوايج ما كانوش متوفرين عندي في الدار، عادي اني ليتهم ودرت داكشي اللي عندي. بحال هنا البنات خاص تكون في هذه الحشوه كنزيدوا كريمات الطبخ، كنزيدوا مثلا جبلي ولا فيلادلفيا حتى هي كتزاد عليهم. المهم هاد اللي كيش كيجيو بنانين، وكيف قلت لكم الحشوات راه كثيره ومتعده، ديروا داكشي اللي كيعجبكم. صافي دابا ملي قربنا اننا نبداو نحطو داكشي ديال الفطور، غادي نبدا نحل دوك البطبوطات ونحمرهم بالحشوه ديالي، نبريزونتيها في داك الطبق اللي غادي نقدم ونحطها في الطبيله. وبالصحه والراحه، نتمنى فعلا انكم تجربوها وتردوا عليا.
كل بيت البنات والعادات ديالو، كاين اللي كيحط الفطور عاد كيدير العشاء، يعني كل واحد وشنو كيدير. بالنسبه لي انا ديما كيكون عندي طبق هكا اساسي في الفطور، وجبه اللي كان ماشي بالضروره انه زعما شي حاجه سبيسيال، اللي كان كنحاول انني نصوب بيه طبق هكا طويجين بكفته بكروفيت هكا بزدر ديال الدجاج. اللي عندك صوبيه بالبوزروق، يعني تبارك الله راه داكشي متنوع، دجاج مشوي، سمك في الفران، اللي متوفر عندك صوبي به طبق رئيسي. وكان اليوم هنا كان الاختيار هو طريفات ديال الستر ديال لادان بالزعتر وبصيلة والثومة وسكينجبير، كيجيو زوينين في المذاق. كنشحروا ديك البصيلة حتى كتبان مزيان مزيان، وكان كنحطوا فوق منها داك الزر ديال الدجاج، كنزيدوا عليه الزعتر والثومه. من الافضل انكم تكونوا هادشي مرقدينه من قبل، سيرتو الا كان صدر ديال لافند، الا كان طريفه ديال الدجاج راه معليش ديروا لهم التعطيره يعني فوق مباشره من تبغوا طيبوهم. كيف قلت لكم ملي كيكون هكا طبق رئيسي شويه كيكون مشبع، وعلى حساب عاوتاني واش نتوما قادرين توقفوا، قادرين كاين شويه تعب، حاولوا ما امكن ان الكوزينه ما تاخذش لكم بزاف ديال الوقت. ممكن اننا مع هاد الاطباق نضيفو شوربه ولا يعني حسب محريره ولا على حسب نتوما القدره ديالكم ديال الاكل، راه ماشي بالضروره نعمرو الطبله وفي الاخر ما تكالش وفي الاخر الطرمه، يعني هادشي راه ضد الصيام ديالنا وضد الغرض ومن الصيام. الحاجه الثانيه اللي غادي نرافقو مع هذاك الطبق هي سلطه، سواء سخونه سواء بارده، مهم سلطه وشي طبق رئيسي. دائما حاولوا انكم ديروها في النظام ديال الطبيله ديالكم ديال رمضان، جربوها وغادي غادي غادي تردوا عليا الاخبار. حتى العشاء البنات كيتانيولا، يعني ما كتبقاوش قادين تتعشاو، جوست انه مثلا مورا تراويح تقدروا ديروا هكا ديسير، ديروا سفوف، تحطوا شي حاجه هكا غير خفيفه. والسحور الانسان كل واحد وشنو باش كيموالف كيتسحر. صافي غادي الاختيار ديال السلطه ديال اليوم غتكون خس مطيشه خيار، عندك الذره ممكن تضيفيه، ممكن تضيفي الزيتون كحل، مهم سلطه تكون هكا منوعه وصافي. وبالنسبه للتتبيله ديالها كندير لها غير رشه ديال هذا الخل ديال الحامض ولا عصره ديال النص حامضه، وكندير لها زيت زيتون كافيه، ممكن تضيفوا حتى رشه ديال الربيع من الفوق، من الاحسن تفاداو الملحه والبزار، كتبقى هكا الخضر طبيعيه وكيجي المذاق ديالها زوين مع ديك الحموضه ديال الحامض. بالنسبه للعصير ديال اليوم البنات غادي ندير عصير ديال الباربا والفريز بنان والليمون. الحاجه اللي بغيت نقول لكم هي دائما يعني جبتوا الباربا وسلقتوها احتفظوا بها هكا مقطعه وجبدوها نيشان، اي حاجه درتوها كونجلي جبدوها نيشان، ديروها في هكا في الكاس ديال العصير، وغادي نحاولوا نضيفوا عليها الليمون ونزيدوا الماء ونطحنوا داكشي هكا غير بشويه بشويه خفيف، ولكن يطحنوا هو ثلج ما تخليوش حتى يذوب، حيت بزاف ديال المرات كندوق عصير في شي اماكن كيخليو حتى كيذوب كيولي فيه المذاق ما زوينش. جربوها الطريقه ديال انكم الا كان عندك كاس ديال الزاج راه من الاحسن، راه كطحن داكشي مزيان. كان عندك بحال ديالي هكا ديال البلاستيك غير بقاي طحني بشويه بشويه كيطحن لك وكيجي العصير زوين. بالنسبه لليمون ما كنعصروش، ديما كنطحنو هكا مقطع بالالياف ديالو، كيجي صحي اكثر. وكنضيف هكا شويه الماء، تقريبا كاس ديال العنبه ولا نص كاس على حسب. بالنسبه للسكر ممكن انكم تستغناو عليه غير الا بغيتو ما تضيفوش السكر ويجي لكتو، يعني من عشاق العصير حلو ضيفوا البنان، يعني انا مثلا درت جوج بنانات، نتوما ديروا حتى لثلاثه، ثلاثه حتى لربعه بنان كبير، كيعوض لك ديك الحلاوه. صافي وها العصير غيكون عندنا واجد. اكيد الطبيله ديال رمضان ضروري من اتاي مغربي، يعني ما يمكنش انا الفطور ما يكون بلا بيه. وممكن كاين الناس اللي كيديروا القهوه ولا احنا بعدا في الدار ديالنا ضروري اتاي. وبهذا الشكل البنات كنكون ساليت كاع داكشي اللي غادي نوجد الفطور. كيبقى لي دابا غير انني نقدمه فوق طبيله. كنصاوب كي كتشوفوا معايا دائما البنات احرص جدا انني نصاوب داكشي بكميه قليله، داكشي اللي غادي ناكلو.
يعني حتى داكشي يعني بالنسبه للربات البيوت ما كايلاش، بقاو تفكروا في داكشي ديال الكونجيلاتور، انسان جالس في الدار كل مره يصوب، يعني داكشي على حساب الافراد ديال الاسره. شوفوا يعني كل واحد شحال القدره ديالكم ديال الماكله، صوبوا بعد بداك العدد. حتى التجميد راه ليه اضرار، فمن الاحسن انسان جالس في الدار يصوب داك الشيء طري. اللي خدامه الله يحسن العوان، هذيك ممكن انها دير تحضيرات مسبقه. اتمنى ان الفيديو يكون يعني مفيد، حاولت نشارك معكم هذا الفطور بسيط اقتصادي ومغذي كذلك، ونتمنى نشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم على خير. دمتم في رعايه الله ورمضان كريم. ما تنساوش يعني اللي مازال ما متبعنيش في الانستغرام يدخل الانستغرام، راه غالبا كنحط الوصفه نهار بنهارها، حتى يعني كنشارك معكم داكشي مكتوب، حتى كنلقى وقيتها هكا عاد كنمونتي فيديو كنحطو. نتمنى انه يكون مفيد. دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال، نعطي صبرا.